في هذه الورشات بعد جمع النفايات كيتم العزل ديالها وإعادة التدوير ديالها من أجل إعطاء حياة أخرى بعد ما كانت كتأثر لنا على البيئة ديالنا. وبطبيعة الحال كنستقبلوا جميع الفئات العمرية، فالصغير والكبير كيشارك كيبصم البصمة ديالو كيترك اللمسة ديالو من خلال هذه المشاركة ديالو في هذه المحطة الشاطئية لإعادة التدوير الفني للونسيف المحتضر الرسمي لعملية الشواطئ النظيفة بمدينة طنجة. عجبني هادشي هدايا في نقي ومزيوان، تبارك الله عليكم الصراحة. جيت لطنجة وعجبني هادشي هدا بزاف، وكاين الفنون والألعاب والأنشطة اليدوية. اللي عجبني هو أن قاموا بواحد المبادرة مزيونة، نقاو بحر رجع مزيون ماشي بحال العام اللي فات. جينا الصراحة تفاجأنا بهاد الأنشطة اللي كيعملوا للأطفال، والصراحة مزيون المطاع. عجبني هاد الفضاء مزيان، والرملة ديالو نقية، والمتعلمين ديالو تا هما زوينين، والبحر نقي بزاف، وكاين وتعلمت قانون السير وتعلمت كاتمينة والرسم وكل شيء مزيان زعما. جينا لمدينة طنجة من أحسن المدن المغربية، ومدينة رائعة وزوالة، وبالنظافة ديالها وبالفضاءات ديالها الجميلة والطبيعة اللي فيها رائعة، وزيادة على هذا الشاطئ الرائع نظيف زوين فيه الاحترام بزاف، وزايدون واحد الجميل الله تعالى وتبارك وديال الهلال الأحمر اللي ما عمرني ما ننسى الخير ديالهم، لأن نقدوا لي ولدي من وسط البحر وخرجوا لي، ولما كانوش هما لكون انا ولدي راه دابا في عدد المفقودين. كنا ما كنجيوش لهنايا، ولكن هذه المره غادي نجي الصراحه. جبرتهم تبدلت بزاف، نقوها جات مزيونه بزاف، وجبت الاولاد وجبت العيال لهنايا، وعجبني عجبني المنظر. دابا هذه ثالث مره غنرجع لهنايا لهاد البلايه هذه، وهذه ما كنتش كنجري لها حيت ما كانتش كشويه فيها الأزبال ومسائل، إنما هذه المرة هذه برافو لهم، يعني نقوها وقاموا بواحد الواجب مزيان بزاف.